خلاص كما في نمشي قدامه. في البرنامج هنا إننا كلمة من Honorable Gaetano رئيس اللجنة الموارد الطبيعية في مجلس تشريع سنترال إكواتوريا لويس دي ريالوستا. السلام عليكم. ديبتي غوانا سارة نيني وهي حيدا بمسيرة السيد الوالي بالإنابة في هذه المكان، السيد الوزير الثروة الحيوانية بالولاية، السيدة وزيرة الصحة بالولاية، السادة النواب البرلمان القومي، وكل الإدارات الموجودة داخل الوزارة للثروة الحيوانية، وأيضا وبصفة خاصة الأعداء بالشركة أو المنظمة القائمة بالمشروع المسلخ أو السلخانة بقدرته، وهما عبارة عن شركاء في التنمية بالولاية، وهما أيضا مطوعين بالمنظمة ذات سر بالثروة الحيوانية، ونحن بنحاول نقول لكم كل شكر وتقدير نيابة عن اللجنة البنية التحتية عندنا في ولاية، وأنا هنا بمثلهم في البرلمان الولاية، لكن حسا بنتكلم في نطاق محدد اللي هي بتعلق بالثروة الحيوانية فقط. نقول إنه في البرلمان الولاية نحن نقول كلجنة نشكر السيد الوالي والسيد النائب الوالي وكل الوزراء وبالأخص كوميريت شارلي أخوي أليكس، لأن أصبح لنا في داخل اللجنة بتاعنا هنا هو بقى زي المجاهد اللي بيحاول بيخلق خطوة للأمام. نحن كلجنة داخل البرلمان نحن نجيب معاك يا أخ شالش، نحن بنجيب معاك كالآتي: داخل البرلمان نحن بنطالب بأنه نجيب معاك خطوة وندعمك بخطتك، لكن نحن نتمنى خطتك ده يجينا داخل اللجنة في داخل البرلمان عشان نشوف جواه شنو وندافع عنه ونقف عنه. طيب، من خلال لجنتنا نحن بنتحرك معاك خطوة خطوة لحد ما انت توصل للحلم تطوير الولاية تطوير الوزارة اللي انت ماسكه في قطاع الثروة الحيوانية. فنحن داخل لجنة يا أخي نحن بنلاحظ من خلال الشريك اللي حسا أنا لقيته هنا، نقول له كالآتي: نيابة عن اللجنة انت حاول خليك مسكة الإدارة الجبال أخ دكتور ذكر هنا قبل شوية كوجب إنه الحرم بتاع حاجات ده كله إدارة لو ما بيقى قوي، وإنت ماسك كمية بتاع ناس جزارين سلوكياتهم بتختلف، إنت ماسك رعاية بتاع الحيوانات اللي إنت جاي تطبعهم، معناها سلوكياتهم بتختلف، كيف إنت تمسك الحيوانات لحد ما يجي فترة بتاع شنو؟ لحم، مرحلة اللحم ده ما مسؤولية بسيطة يا أخي. الشركة اللي انت شلت مسؤوليته ده انت تكبر على قدره، لان احنا شغلنا بنختلف من التنفيذيين، يعني لجنة اللي انا ماسكه ده فيه بيئة فيه صحة
معنا انا يوم بيجي مع مجموع بتاع اللجنه معنا اذا لقينا جزء من الملحوظات معنا انا كورينا كمان راي اخر لو بتسمعني كويس اننا بكون لنا راي اخر واسمد انه العقد اللي انت اخذته مع اهل القطع عقد طويل عشان يكون طويل بالمعنى معنا عايز منك الشغل المطلوب عشان احنا مع الوزير نكون خطنا واحد خطنا تكون لسعر المواطن الولاية خطنا واحد للمصلحة صحة اللحم يبالي الدكتور ذكر انه احنا دارين من هنا فصاعدا لحم اللي بيمشي في السوق يكون لحم صحي لحم صحي طيب رسالة يمشي لسيد الوزير شخصيا اللي هو وزير الثروة الحيوانية بصفة خاصة في بعض ملحوظات أنا لاحظته داخل الطواف جبال جوا المسلخ الحمامات اللي هي بتعلق بالعاملين أنا شايف حمامات لصيقة مجاور مع المسلخ مباشر فحبسها إذا أمكن حمامات ده ممكن ياخد خطوة شوية للخطوة من داخل المسلخ لأن الحمامات بتختلف من المسلخ لازم الحمامات يكون ياخد ديستن شوية ده إذا أنا أخطأت لكن إذا كان هو ده الحمامات للعاملين معنى حمامات ياخد ديستن شوية لأسباب كتير لأن طريقة الاستخدامه بتختلف ثقافتنا في الاستخدامه بتختلف عشان بعدين الشغلانية ما تكون جاهزة بعدين ده ممكن نأخذ ده في ملحوظة السيد الوزير أنا برضو أيضا لدي ملحوظات بسيطة من خلال الجزء مجموع من البيطرين الأطباء البيطرين كأنه هم جاءوا وقعدوا معاك وتفخروا في عجات كده كويس إن دارين البيطرين بتاعنا كمان يجيب معاك عشان صحة الحيوان حقنا يكون فعلا نظيف فعموما أننا بنشاهد نناشد ونشجع ونجيب معاك تجاهك حتى لو قدروا مع انه مسألة دي بيطلب كلنا نجيب مع بعض نساعد يلا بنبدا الساحب الكونتراكت او زور الماسك المسؤولية بتاع المصلح ده البيئة حول المصلح ده بيئة ده انا شايفه انه يحاول يحسنه شوية البيئة ده يحسنه شوية لأن بعد شوية حيجينا شغلانية بتاع ناس المياه لأن هنا ما عندنا مجاري أو سرف صحي ما كافي مويه كانغولو بتريلا ومويه كانغولو بتريلا معناه it's not enough مويه ده يكون كفاية عشان بيسهل العملية بتاع نظافة عملية بتاع حركة فبيئة حول المسلك ده أنا عايزه لمرة جاي تاخد نظافة كافي جدا لأن إننا مسألة بتاع بيئة إننا المسألة بتاع الانفيرمنت بتاعنا هنا داخل الولاية بيطلب مننا مجهود كبير جدا فهذا ملحوظة بسيط إنابة عن اللجنة اللي أنا ماسكه في داخل البرلمان والعداء بيقول إنه هم واقفين مع سيد الوزير واقفين بالمشروع واقفين بكل التطلعات المشروع لكن أنت تنتظم بالقوانين تنتظم باللوائح تنتظم بالشغل الجاد يا أخي لو أنت بتسمعني كويس كلام ده خدته من اليوم فسائدا لأن أنا هو جهة رغابة ليك أنا جهة المشرف ليك من بعيد ما جهة تنفيذي أنا حامل قوانين معنى البيئة ده هو جزء من الشغل أنا مرة جاي نجي نلقى الخوش والجوطة والورق وشنو ده لجي تبعد بعيد الحمد لله الدكتورة موجودة وهي كمان بتاخد ملحوظاته لأن مرة جاية بنجي في الزيارات نكون موافقة وما بكون لنا أي مشكلة لأن المساحة ده هو ما لدرجة إنه يخطي كل شغل لكن المساحة ده نستغله استغلال جيد لمنفعة المواطن مواطنين بتاع قدلة تو أنتوا أهلي وأنتوا شعبي نتمنى لكم التوفيق وده أنتوا تكونوا جزء كل الملحوظات أنا بنبي أخذ من تجاه المواطنين على إنه مثلا والله صرخنا ده أصبح لنا كذا ده is no إحنا عاوزين صرخنا ده يكون رفيق لنا يكون إضافة لنا يكون قوة لنا يكون اتصال بتاعنا بكرة هنينا ممكن يوم ما نشوف صرخنا ده في عليات حديثة
وفي الثلاجات انا بشوف انه لابد يكون في ثلاجات لان في حاجات بتحمل ما بتحمل. لان قبل واحد من المتحدثين بيقول في بكتيريا في بكتيريا بكتيريا ده دكتور بيعرف كويس المسبب دائما للمشاكل اللي احنا بنعاني به. فانا اقول لكم كلكم كجماهير بتاع ولايه ومواطنين بتاع ولايه نقول لكم الف مبروك. ونحن كجهه الرقابي نحن بنشكو من بعيد ما بنتدخل لكن بنشوف من بعيد نتدخل متى ما تكون في شيء. فانا اقول لكم مبروكات وكلكم مبروكات وان شاء الله مره جايه نشوف اكبر من كده السيد الوزير لاتيو. انا اقول لك مبروك ولجنه واقف معك بس نحن دايرين منك كل كبير وصغير نكون عارفين عشان نقدر نجيب في كل الخطوه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.